كلمة إذا قلتها قبل النوم غفر الله لك جميع ذنوبك. وقد أخبرنا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تحرم نفسك من أجرها. أمرنا الله عز وجل بالتوبة إليه والاستغفار من ذنوبنا في آيات كثيرة من كتابه الكريم، وسمى ووصف نفسه بالغفار وغافر الذنب وذي المغفرة على المستغفرين، وواعدهم بجزيل الثواب. كل ذلك يدلنا على أهمية الاستغفار وفضيلته وحاجتنا إليه. وقد قص الله علينا عن أنبيائه أنهم يستغفرون ربهم ويتوبون إليه، فذكر للأبوين عليهما السلام آدم وحواء أنهما قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وذكر لنا عن نوح عليه السلام أنه قال: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقال أيضا: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وذكر عن موسى عليه السلام أنه قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وذكر عن نبيه داود عليه السلام فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وذكر عن نبيه سليمان عليه السلام أنه قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وأمر خاتم رسله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: واستغفر لذنبك وللمؤمنين. وأمرنا بالاستغفار فقال: فاستقيموا إليه واستغفروه. وفي الحديث القدسي يقول سبحانه وتعالى: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. مشاهدين الكرام، للاستغفار فوائد عظيمة، منها أنه سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات، كما في الحديث: فاستغفروني أغفر لكم. وفي الحديث قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. ومن فوائد الاستغفار أنه يدفع العقوبة ويدفع العذاب. قال الله تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ومن فوائده كذلك أنه سبب لتفريج الهموم وجلب الأرض والخروج من المضائق. ففي سنن أبي داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ومن فوائد الاستغفار أنه سبب لنزول الغيث والإمداد بالأموال والبنين ونبات الأشجار وتوفر المياه. قال الله تعالى عن نبيه نوح عليه السلام أنه قال لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.
وقال عن هود عليه السلام أنه قال لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. أما صيغ الاستغفار فأفضل ذلك ما ثبت في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول، أو ما أوصى به الأمة أن تقوله. فعن أبي موسى الأشعري أن صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء: رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي، وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف. رواه الترمذي وأبو داود. ومن المهم التأكيد على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحث أصحابه على الاستغفار بكثرة، خصوصا في اللحظات السابقة للنوم، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشدد على ضرورة ترديدهم دعاء سيد الاستغفار. فعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري. كما سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم آدابا أخرى للنوم إذا حافظ عليها المسلم لا يقربه شيطان في نومه، فمن تلك الآداب قراءة آية الكرسي، فمن قرأها عند النوم لم يقربه الشيطان، ولا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح، كما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومن ذلك أيضا أن يجمع كفيه فيقرأ فيهما سورة الإخلاص والمعوذتين، وينفث في كفيه ويمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات، وكما رواه الشيخان. ومن ذلك أيضا قراءة أواخر سورة البقرة من قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، إلى آخر السورة. فإن من قرأ هاتين الآيتين عند النوم كفتاه من كل شر. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.